صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده بادئين يوم جديد ان شاء الله، يوم حلو ان شاء الله، يبقى يوم لذيذ. اللي خليك معانا عملنا لايكات وكومنتات وفعلونا زر الجرس اشتركوا في القناه ووصلونا 250,000 مشترك، ويلا بينا عشان نبتدي الفيديو مع بعض. مستغربين من انا لابساه؟ انا اشتغلت مهندسه. ازيك اختي؟ عامله ايه؟ ايه رايك يا نادر؟ تمام، حلوه قوي. دي اخر التحديات مع احمد. ده انت لسه ما شفتيش الاختراع الجديد. ايه؟ مش هقول لك عليه دلوقتي. ماشي. بص يا جماعه، دي اخر التحديات مع احمد. شفتوا جايب لنا ايه اللبس عشان نطلع بيه في التحديات؟ عشان نبقى كلنا شبه بعض. طب يا ابني جيب لنا بلوزه وتيشيرت ولا عشان جسمنا ما يبانش يا بات. جسمنا ما يبانش ايه يا شيخ؟ انا حاسه ان انا رايحه اعمل ايه والله ما عارفه. بصوا ايه ده اللي احنا فيه ده؟ شوفوا شكلنا كلنا والله مسخره. تقدري تقولي مميزات البدله دي ايه؟ مميزات البدله دي ان هي تقيله. يعني انا لابساها بس حاسها متدفيه مش خفيفه. لابساها وميزتها الاكتر بقى اللي احمد جابها لنا في التحديات، عشان احنا مثلا ممكن بنوطي ظهرنا بهجان كده، فهو احمد جابها لنا عشان كده، عشان يبقى مقفولين ولا حد يقول الحق ظهرها بان ولا الحق كده، عشان يصور براحته بس كده. خليكم معايا، تعالى اوريكم بقى بقيه الكلام. انت عارفه معنى ان في بدله يعني في ايه؟ يعني في بهدله من احمد. في مرمطه. انا عارفه ان في مرمطه والله. في كسر يا ايه؟ في مرمطه وفي بهدله. بس تعالوا بقى كده، يلا تعالوا اوريكم بقيه الندى. هي ندى محمد. بص خلاصي فريق الباكابورتات باك بورتا. يا صباح الخير يا ايه؟ صباح الخير. كنت طول النهار امبارح تقولي ايه ليه؟ يا خلابي. ايه لسه ما خدتش؟ لسه ما خدتش اهو. فريق الباكابورتات. صباح الخير يا احمد. ده اخرته يا احمد؟ ايه؟ ده اخرته؟ انا لابس شبهك اهو. لابس شبهنا. انت بتهزر ولا ايه؟ اصل عشان انا يا جماعه مستر احمد لابس بنطلون. ما رضيتش البس عفريته. ما رضيتش البس الابروس. صباح الخير يا ندى. تاخدي اللزق اللي محطوط على الوش. امنيه انت ملزقه يا نهار. عشان تبقى على قدها. صباح الخير يا امنيه. يلا شدتي. صباح الخير يا ندى. الدنيا بتشتي؟ ندى صباح الخير. صباح الخير يا بيبي. حلو الطقم عليكي؟ ثانك يو. حلو صح؟ محمد قولي. اقدر احكي محمد. ايه الاخبار؟ ايه اللي هم لابسينه ده؟ نهار ابيض. ايه وانت عشان انت محمد؟ لا اقف كشي الابيض ده. انا بص ما تقفل الكبسوله بتاعت اللبس اللي انا صغار. لا ما عنديش. والله عندي حد مقطوع عايز انسوها. هيتخانقوا على الكبسوله وبعد كده نرجع لكم. شفتي ربنا قالك كده بنصيبك. والله اه. والله صباح الخير يا حوده. صباح الخير. حوده هو اللي ما شاء الله عليه. تعالى خليك بس انا اجيب الطقمه كلنا. يا نهار ابيض على المنظر. ايه ده؟ معانا يا جماعه معانا اسطوره. هوده انت بتعمل ايه يا حوده؟ بهولها يا احلى عيني يا حوده. جاي يا هي. 4 3 2 1. ايه؟ عشان راس السنه في ايه؟ عرض راسي عشان راس السنه. اه يعني حاجات كتير عرض عليها عرض. اه يعني بكام؟ انا كده يا جماعه 3 دقايق. يعني بكام يا هي؟ 700. طب تمام. انت ايه اللي همك 700 ولا 800؟ طب يلا بينا. ايه صاحبه ايه؟ ايه شفافه ان بيجي قول والله حتربي. يلا بينا اسطوره. ايه دي كده كسبانه. انا في التحدي حاسس اتحمل يعمل 3 دقايق زيك في ايه. ايه انا فرحانه قوي بدي قسم بالله. حاسه انا بصي مهندسه معمار واقفه. يلا بينا اسطوره. دي اخره البهدله مع احمد ودي اخره التحديات. قميص مش متشقلب. قميص مين ده؟ قميص مين ده؟ ماشي معاك ست زهره تعبت في الكيلو. بقت في كام؟ اي وقت اللي انا عايزاه؟ اي وقت. بايد واحده؟ اه اقل وقت. ايد لوحدها ما تزقش تربي يا احمد كسور ما يترش. ايه طب مش قوي عليك اقسم بالله. تحفه والله العظيم شكلها حلو قوي. ايه ده هو بيلزق؟ مش هلزق. لا ايد واحده في رجليها كده اهو. يا ابني بتلزق ايديها. لا 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 يا رب يا ده عندي فوق. بس يا حوده مش عايزين ايه تستعملها اصلا. نهار ابيض دي مش هتستعمليها. المهزله دي يلا عد يا عم. يلا عد انا. طب وقت مصر استنى يا جماعه. ايه الفكره الغريبه دي؟ فكره غريبه قوي. صعبه قوي. يا ربي بسم الله. ايه ده سهله والله اهو. 2 3 سهله ايه؟ استنى يا عم مش عارف اوصل لفوق. ما هو اللي فوق هو اللي صعب. لا يا محمد لا يا محمد. ما هو اللي فوق اللي صعب. كنت هتفرولة؟ ايه العسل ده يا حياتي؟ ايه العسل ده يا حياتي؟ اللهم صل على النبي ما شاء الله. احمد حوده جابني هو العجاب ايه؟ ليه؟ هيتلف 10 ليه بقى حوده اخوك؟
ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. ماما ما تقوليش لا على اي حاجه. هو حافظ مش فاهم. بص يا جماعه احنا النهارده خرجنا عشان نتغدى بره. انتوا عارفين احمد بيعزلنا يوم التحديات على الغدا. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه بقى؟ بص انا خدت الفرصه دي عشان انا هصور مثلا مع يزن يوم كامل. استنى يزن اقعد تصور معايا يوم كامل. ممنوع اقول ليزن لا على اي حاجه. اي حاجه لعب مراجيح بقى اي حاجه اي حاجه اي حاجه هجيبها لهم وعملها لهم ليزن النهارده هو وغزل. بس عايزين تشوفوا الفيديو بتاع غزل. روحوا على قناتها قناه سندريلا غزل وتشوفوا هي طلبت مني ايه وانا عملت لها ايه. ماشي انا حلو كده زي القمر. ماشي اكتبوا سندريلا غزل هتلاقوها تحت صندوق الوصف. بس يا جماعه عايزين نشوف الفيديو بقى بتاع سندريلا غزل. نروحوا لقناتها يلا بينا. يا زهر انت طلبت ايه النهارده؟ اكل بتكلمش بقناتك. ما كانش في قناتك. ماشي اتكلم في قناتك. انا اسفه يا زهر. بمبار. انا طلبتي بمبار وفراخ. بمبار وفراخ وايه تاني؟ ورز كمان. ورز كمان وايه تاني؟ وبطاطس. وبطاطس. شاطر. ماشي هنستنى بقى الاكل يجي وبعدين نرجع لكم. طيب يلا بينا. يلا بينا. بص 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 انا هفطر ايه؟ هفطر فراخ. لا دي في قناتك بقى عشان الناس تروح تتفرج على الفيديو في قناتك. ما انت قلتي هنا الناس تتفرج على قناتك. خلاص صح؟ صح. بصوا يا جماعه الشوك والمعالق نزلوها اهي. معالق وده هاكل لوحدي. وده اللي فوق الترابيزه صالح مالناش دعوه بيه. بصوا يا جماعه ومكه هناك مالناش دعوه بيها. دلوقتي بقى يا زهر انت بتعمل ايه؟ ناكل شيبسي لحد ما الاكل ينزل عشان انت جعان. طيب كل يلا. دلوقتي يا جماعه ماما بتاكلني. دي بقرات يا جماعه. هو انا ممكن اكل معاك؟ ممكن تديني واحده؟ لا انا مش جوزك. انا جوز اختك. لا انا جوز اختك. بتحبني يا زونه؟ كم في المية؟ ثلاثة. ثلاثة؟ ثلاثة. انا ماشي. لا يلا يا زن الاكل جه. تعالوا نشوف الاكل مع بعض. يلا بينا. يلا يا زوزو نشوف الاكل. بصوا يا جماعه دلوقتي بقى بصوا نزلنا سلطات اهو شايفين زي ما انتم شايفين طبعا. والعيش بقى طازه. العيش معمول دلوقتي ريحته حلوه جدا. والشوربه كمان سخن. سخن. بصوا سخن والله. هو باين عليه اصلا جاي. طب بيطلع بخار. لا بسم الله ما شاء الله يعني حلو والله ما شاء الله. حلو. يلا دوقي. حلوة؟ لا حلو. شفتي شافي في ايه؟ لسه عشان لسه انت اكلاه من غير حاجة. روزي وحشتيني. حبك قوي. هنقوله الحقيقة هاني بتاعت بينا يزن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. انا بارفع كل محتاج. يلا شاطر كل واحد. يزن دلوقتي بتعمل ايه يا يزن؟ طب يلا كوب الشاي. يلا يا يزن شاطر برافو. ستوب ستوب ستوب. شاطر برافو يا يزن. شكرا يا يزن. اشربوا انت بقى يلا عشان انا غزل كبيت لي الكوبايه ده. شكرا يا زوزو. عفوا. شكرا يا قمر على الشاي الحلو ده. ايوه ربنا يخليكي ليا. ايوه انا اشرب الشاي اعمل تاني. طب يلا ربنا يخليكي يا يزن. هتروحوا فين؟ يا ماما صالح خلي بالك يا صالح. غزولة تروحي فين؟ يزن يزن يا ماما فيروز. يلا نعدي الليل. يلا يا مالك. خلاص يا كفايه كده. هنلعب هنا بقى. يلا بس عايزين نروح ماما. يلا يا ايه دي الثانيه. طب يلا يا زن.
بالراحة يا يزن. هي يا يزن تعال يا صالح، اطلع من عند صالح. تعال تعال يا صالح، تعال يا روزة، تعال يا صلوحة، تعال يا يزن، تعال يا صالح، يلا يا يزن، يزن والغزل. تعال يا صالح، انت من انت عرفتي في الغزل يا يزن؟ هم ياسين يصيروا مع بعض بيفوتش من ينزل الاول. يا سونا فرحان؟ يزن مبسوط؟ يزن مبسوط؟ خدت سوعة. طيب بص بيرقص بيرقص، ارقص تاني ارقص تاني ارقص تاني. ايوه ايوه يزن، ايوه يزن شاطر. يلا يزن هتختار انهي لعبة انت؟ عايز ايه؟ الاكسليفون ده؟ طب استنى عشان ما تكسرش حاجة. عايز الاكسليفون؟ هو ده اخر كلام؟ اه هو ده؟ وريني يا زن، ده اخر كلام؟ لا استنى يزن، اه اخر كلام مش ترجع في كلامك؟ اه يلا وريني. طب هطبل عليه كده ازاي؟ يلا يلا برافو برافو، ده اخر كلام كده هتاخده؟ ماشي خلاص كده يلا بينا. طيب نعم يزن، انت عايز ايه؟ انت عايز فشار؟ جبت لعبه، جبت لعبه. طب استنى اجيب لك فشار. يلا عمو هو هيعمل لك الفشار، ماشي اللي انت عايزه. ادي ادي استني استنى بس عمو يعمل فشار. يلا استنى استنى ان شاء الله يوقع. ميكروفون رايي يا زلمه يا عمو على ملا رايي ايدك. يلا يا يزن يلا خد من عمو. عمو يلا يا عمو. شكرا يا عمو، قول شكرا. شكرا شكرا يا عمو. يلا بينا يا زونة. انت بتاكل ببقك؟ وريني. طب بتاكل ازاي؟ حلو يا يزن. يلا بينا يلا بينا. طيب يلا بينا يا يزن، خلي بالك. يلا بينا. غزولة حلو غزل البنات. تعالي دلوقتي هقعدك واكلهولك. تعالي هنا نقعد هنا، تعالي نقعد هنا واكلهولي. ماما
المهم ده يزن بتعمل ايه؟ انا حلوة. اسمه اكسليفون. اكسليفون. اه حلو يا يزن. بالراحة يا يزن، بالراحة يزن. يزن العب بيه بالراحة. انا بس العب بيه بالراحة. نعم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك وشير تاني. جارو شتو مع قناه مع كذا مع ايه احلى. وصلونا ال 250 الف مشترك مع غزه الاحلى مع سندريلا زوزو. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم النهارده. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وكومنتات، فعلوا الجرس وتشيك في القناه. وصلوا 250 الف مشترك، واعملوا فولو انستجرام، وكمان اشتركوا في قناه غزل ووصلوا 50 الف مشترك. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. يلا بينا، باي. يلا زوز يا حفيد. لمين الورده دي؟ احلى ورده ليكي. احلى. يا سلام يا عمري، انت احلى ورده ليكي انت يا قلبي. ما تقطفوش ورد تاني. شكرا يا غزول. شكرا يا يزن. الريحة والعسل. شكرا يا قلبي. ده انت العسل. هاتي عشان مش شايله الحاجات مش عارفه اخدها منك. وخلاص ماشي، خليها اديها لي في البيت. ها ماشي. يلا بينا. يلا عشان اصور. استني استني عشان اطلع معاكي اصورك. يلا هوب وان. ها برافو. بس ستوب كده. يلا بينا. يلا يا يزن. احلى ورده. انت احلى ورده في حياتي والله.